انطلق يوم الاثنين المقبل في دبي معرض سوق السفر العربي 2022 تحت شعار مستقبل السفر والسياحة الدولية، والذي سيناقش أحدث الاتجاهات المتعلقة بالسياحة والسفر والتكنولوجيا والنقل والاستدامة بمشاركة 1500 شركة عارضة من 112 دولة على مدى 4 أيام متتالية. ويؤكد المعرض على أهمية صناعة السفر في مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19، مع تحديد كيفية دفع عجلة هذه الصناعة إلى الأمام، فيما زادت المشاركة مع زيادة مساحة الأرضية بمعدل يزيد عن 85% مقارنة بنسخة العام السابق. وسيكشف النقاب عن تقنية جديدة ستلغي الحاجة إلى بطاقات العمل، وتسمح للعارضين والزوار بمشاركة التفاصيل والكتيبات والمواد التسويقية عبر الماسحات الضوئية المبتكرة والبطاقات.